يعني جاي علشان ماسك ميكروفون ويقول الناس دي وحشه، الناس دي احنا خلي بالك ما تشربش من المحل ده، خلي. وانا مش هعمل كده. صح. ممكن اعمل ده في الـ في الـ في الميديا كناشط او كمواطن ثائر او بتاع، انما ما عملوش كممثل. لو عملته كممثل هيبوظ. لانه في جزء اساسي هنا ان انا هقعد اذاكره ازاي. يعني الريفرنس اللي عندك او المرجعيه هتبقى ايه؟ هتبقى مجموعه من الشرائط الفيديو مثلا، اللي هي شرائط دي كلمه قديمه قوي، ما بقتش كده دلوقتي. ايوه سيديهات. سيديهات على النت طبعا، للقاءات مثلا، للحظات قليله قوي مره في المحكمه، شفنا المهندس خيرت الشاطر وهو بيقول كده مش عارف ايه مره في لحظه القبض عليه، حاجات بسيطه جدا. بس في كام لقاء طويل نسبيا، وخصوصا في لما كان ناوي يرشح نفسه في رئاسه الجمهوريه. صحيح. فكان عمل لقاء طويل كده كانه بيقدم السي في بتاعه، يعني انا كان حياتي كذا وعملت كذا وبتاع، ومجموعه من الصور الفوتوغرافيه، وانا بحب الفوتوغرافيا قوي، بحب قوي اللحظات الستيلز دي، بتدي لك احيانا انطباعات، بتعرف تتعمق قوي في الصوره، لانه التعبير ده يقصد ايه غير اللي بيعدي بسرعه. فالمهم ان هو وفي ذكرياتي انا بقى شخصيه، وفي ناس ممكن اقابلهم يكونوا قابلوه فيدوك فتشيخ شخصيه. انا عملت حاجه واحده بس، اللي هي اني اتفرجت على الفيديو الزياده دي وعلى الصور الفوتوغرافيا وبس.